لما نتكلم عن التدخل الجراحي وانواع التدخل الجراحي برضو عايزين نعرف فايدين ايه هي اسباب السمنة. الأسباب السمنة معروفة عندنا خالص في مصر، هو الأسلوب الغذائي الغير سليم أو الغير منظم، تمام، بمعنى إن احنا بناكل نشويات بكميات زيادة عن المفروض إن احنا ناكل، بناكل بروتينات بكميات زيادة عن المفروض إن احنا ناكل. ممكن واحد ما يفطرش طول النهار ويجي مثلا طول الليل طول النهار مشغول في الشغل ومش فاضي، يجي بالليل ياكل وينام. لازم عدم ممارسة الرياضة، معظم اللي بيبقى بيعانوا من سمنة مفرطة بيبقوا أصحاب مكاتب أو أصحاب أعمال إدارية، بيبقوا قاعد على المكتب طول النهار ما بيتحركش. فلازم الإنسان يظبط نوعية أكله وكمية أكله بالإضافة إلى ممارسة رياضة علشان نحافظ على الوزن المثالي بتاع الجسم. يعني ما ياكلش نشويات زيادة عن اللازم، ما ياكلش بروتينات زيادة عن اللازم، دهون طبعا زيادة عن اللازم، ودي مشكلة سواء إذا كانت بتعمل زيادة في الدهون الظهرية أو في الدهون الثلاثية في الدم. الاعتماد دلوقتي دايما الشباب ومعظم الناس معتمد دلوقتي على الوجبات السريعة والدليفري، ده كارثة. تمام، كارثة اللي بتاع يعني الزيوت المصنعة والأكل المصنع ده في حد ذاته كارثة، لأنه بيعمل زيادة في الدهون الظهرية وبيعمل زيادة في الكوليسترول وفي الدهون الثلاثية في الدم، وبالتالي تمام الأمراض المصاحبة اللي احنا كلنا عارفينها وهنتكلم عليها بعدين. تمام